لازلنا مع وزارة الداخلية، ومسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صرح أن الأجهزة الأمنية رصدت قيام شركة أمريكية اسمها بالضبط GCL Internet Services، دي أمريكية زي ما قلت، بإنشاء موقع غير رسمي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت موازي للموقع الرسمي للدولة، بتقوم من خلاله بمنح تأشيرات إلكترونية لدخول البلاد للشخصيات الأجنبية مقابل تحصيل رسوم مضاعفة عن المقررة رسميا من قبل الدولة. بتهيب طبعا وزارة الداخلية بالراغبين في الحصول على تأشيرة دخول البلاد، لو في أي حد بيسمعنا من خارج مصر في الوطن العربي، بضرورة التعامل مع الموقع الرسمي للدولة بس اللي هو www، هو موجود أعتقد على الشاشة، visa2egypt.gov.eg، المخصص طبعا للشأن ده، الموقع الرسمي.